تحيا مصر يا شباب. تحيا مصر. بعيد عن اي حاجه، انتوا اثبتوا ان انتوا رجاله وقد المسؤوليه. انا مش عارف اقدر اقدم لكم ايه، شوفوا طلباتكم ايه وانا تحت امركم. انا نفسي افتح مصنع غزل ونسيج ليا ولابويا. نعم، اللي يجي منك انا راضي بيه. بكره ان شاء الله في حفل تكريم عشان مجهوداتكم، لولاكم كان في ارواح كتيره ماتت. طب حضرتك يا مستر، انا ليا طلب. اتفضل. انا عايز بس اروح لدكتور لسان عشان حرف السين، انا مش كده خالص. حاضر. وانا يا باشا والنبي. نفسك في انت كمان؟ انا عايز اندومي. حاضر. احسن شباب مصر، احسن مستقبل مصر، انتوا اكيد اهاليكوا هتفتخر بيكوا. الشعر الحرير على الخدود دي هف هف، بولا بولا هبالهم بالله. انا اشيك شاب في مصر بلا منازع. طب بقول لك يا شيك، ما تديني الجاكيت ده والنبي. لا طبعا، عشان انا اتضربت عشان اخده، وبعدين انا ههدر بيه التكريم. شمال شرق شارع الشواربي، شين شين يا جماعه. ما تزهقناش بقى. في يا ابني؟ ما صدقت ان حرف الشين رجع. الحمد لله على سلامته. اسكت. انا بعد حوار القنبله اللي فكيتها ده بفكر ابقى خبير مفرقعات. طول عمري كان نفسي البس جاكيت بثلاث جيوب، ادي واحد اتنين وادي ايه ده؟ ده في مفتاحين عربيتين. ده كده عربيات الجزار يا ابن النصحة، عرفتها لوحدك دي؟ طب وشال مفتاحين عربيتين ليه؟ واحدة يفجرها والتانية يروح بيها، هيروح ماشي؟ اه. طب اسمعوا بقى الكلام اللي هيتقال ده. مفتاح العربية اللي بيروح بيها دي هناخدها ونسلمها للبوليس وناخد مكافأة 10%. لا 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 لا، اهدولي بقى كده، احنا بعد التكريم هناخد العربية نروح نتغردق بيها في الغردقة. قشطة. طب يلا 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 بينا. يا فين يا ابني العربية دي؟ أنا عارف، مش أنت يا ابني اللي بتدخل العربيات؟ ما العربيات هنا كلها شبه بعض بأربع فرق. يا عم أنت طب ما تدوس على الريموت كده واللي اتزمر تبقى هي. فكرة حلوة يالا، فكرتني ببروسلي وجاكي شان. ربنا يخليك. أيوة الله. هي 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 فرتكة فرتكة على الطبلة وعلى السكسكة. فرتكة فرتكة العربية دي شكلها رايحة فرح لوحدها. الحمد لله العربية دي نضيفة قوي ولا أكون، وده أنضف من شارعنا. بص بقى يا مان، أه العربية دي مش هتتسلم، العربية دي بقت حقتنا. طب بقول لكم يا جدعان، والنبي حد يصورني وأنا قاعد على الكبوت. طب ما تتصور وأنت راكب جوه يا زكي. صح، افتحها. اصبر، نروح الأول التكريم وناخد الجوايز الكتير قوي، وبعدين نبقى نيجي ناخدها، عشان أنا أول مرة أحس إن البلد دي هتقيم عقلي. يلا ادي يلا يا كونو. يلا يلا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، نتشرف باسمنا وباسم ضيوفنا الكرام، سيادة المحافظ وكبار قادة المحافظة والقيادات الأمنية، بتكريم مجموعة من خيرة شباب هذا الوطن. يا جدعان انا مش قادر اصدق ان كل الناس النضيفه دي جايه عشاننا. مصر بقت حلوه قوي. This is Egypt. انا بعد اللي حصل ده مستحيل اسيب مصر، على الاقل الساعتين دول. اكمل انا اكمل انا. بس يا بابا، هذا الشباب الذي لم يفكر في نفسه ولو للحظه واحده، وتخلوا عن كل صفات الجبن والخسة والندالة، وضحوا بكل غال ونفيس من أجل حماية الوطن. إن هؤلاء الشباب الذين أتوا إلى هنا إلى الغردقة بهدف العمل والبحث عن لقمة العيش. شكلها هتلعب معانا ونبقى ابطال في بلدنا، ده ممكن يخلونا ضباط شرطه. مش بعيد يخلونا مخابرات متخفيين، وبدل المحقق كونان يبقى المحقق كونو.
يسكت الاحتلال الاسماعيلي. يسكت لا معلش اتلخبطت بس لسه شايف الماتش. لم يترددوا لحظة في إبطال عمل إرهابي غاشم تم التخطيط له من قبل جماعة إرهابية عالمية، ولهذا فلي الشرف في تكريم هؤلاء الشباب الشجعان. فليتفضلوا على المنصة لاستلام شهادات التقدير. شهادات تقدير بس؟ يعني ايه؟ مفيش فلوس؟ يا جماعة الفلوس مش كل حاجة، هي دي مصر؟ لحلى خدي وانا كوني، ده العشق ده من القلب طالع، ده العمر حقا ضحيني، ونغني للفجر اللي بدا. لحلى خدي وانا كوني، ده العشق ده من القلب طالع، ده العمر حقا ضحيني، ونغني للفجر اللي بدا. نهار اسود اقفل يلا مزيكا يا ابني. الظابط ماهر مالك يا جدعان؟ ايه ده؟ هو هيتكرم معانا ولا ايه؟ مكانك يا لتا وهو مهرب بسرعة! ايه؟ ايه ده ماهر؟ حالة جات لك ولا ايه؟ سيبني يا فندم، دول الهربيين اللي هربوا مني في الكمين الأسبوع اللي فات. هد أعصابك. أقسم بالله ما هسيبهم. يلا هنوصل. ايه مالك؟ مش قادر يعني. لا قول هقدر. قول ورايا، قول أنا قادر. أنا قادر. قول أنا جاحد. أنا جاحد. يلا. بس مش هقدر أجري لحد الحارة. لا، طب تقدر تجري لحد قبل الحارة بشوية؟ مش عايز أكتر من كده. يا جدعان أجري لحد الحارة إيه؟ ما تيجي طب نركب عربية البوليسيين. البوليس بيقبض على البني آدمين، عارف الملحوظة دي ولا ما تعرفهاش؟ طب هنعمل إيه؟ هنفضل نجري؟ ما تخافوش، أنا معايا ده. يا نهار أسود، دي عربية الحراميين. آه. كفاية غباء بقى، كفاية غباء. يلا. يلا. طيب. يا اسطى خفوش، انا عايز قلب ميت. ايه ده؟ ايه ده؟ اشمعنى انا قعدت ورا؟ انا عايز اقعد جنب السواق. بس يلا، انا مش سواق، انا سايس وسايس كبير كمان، وبعدين في خطوره على حياتنا وانا الوحيد اللي اقدر اقود. طب يلا اطلع. كونو، عايزك تراقب كويس قوي جنبك، لو في حد عدى مش عايز حد يكحت في العربيه. حاضر. وانت بص من الشباك ده، لو في ضرب نار خليك باصص عشان نخلص منك. ايه ده؟ يلا. هو انت مستني ايه؟ اشغل اغاني عشان المطارده هتطول. او النبي شغل لنا جنات. انتوا لو ما طلعتوش دلوقتي كلنا هنبقى في الجنات عند ربنا فوق. يلا اطلع. يلا ارجع 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 يا رب. اعدل بسرعه، مش خايف. يلا يا عم انجز. عايز قلب ميت يا عم، بيجري ورانا. يلا عايز قلب ميت. انا بقى عايز اغنيه احب الرمش اللي يعدي على رمشك مره وعلى خد. يا ابني ما هي الاغنيه اللي احنا بنسمعها؟ لا، دي الاغنيه بتاعت انا بحب الحب اللي جمعنا. والله الاثنين واحد. اما انا ما سمعتش الكوبليه ده ليه؟ تلاقيك كنت نايم بس ولا حاجه. خلاص يا عم، هات من الاول تاني ونشوف. كما قلت لكم. ايه ده؟ الجزار لا يدع شيئا للظروف. يخرب بيتك. في الافلام طريقه ساذجة ينتصر الخير، لكن الجزار لا يهزم. كنت أعلم أن الطمع سيقودكم إلى سيارتي، لذا أحضرت لكم مفاجأة. بمجرد تشغيل السيارة يبدأ العد التنازلي لقنبلة. قنبلة. وداعا أيها الأشقياء الثلاثة، كونوا حورس بكتيريا.
شفت قال اسمي السيالك؟ بتضحك؟ هموت دلوقتي هموت. انزل دور اقلب العربية شوف فيها ايه. معرفش. طيب ده فين ده؟ نهار اسود ده في قنبلة بجد؟ قنبلة بجد؟ خلاص يا عم طمنتني هنفكها. ما تفك ايه؟ دي قنبلة بجد مش زي بتاعت الغردقة فكتها بالكفتة. انت هتعمل لي عالم؟ دي هتنفخنا دلوقتي. يا نهار ازرق الظابط الماهر ورانا. احنا كده ما قدامناش غير اختيارين، يا اما ننزل ويقتلنا بسرعه يا اما بقى نصبر ونعيش الشويه دول لحد القنبله ما تنفجر. انا رايي يعني نكمل الشويه دول وبالمره نسمع جنات. جنات جنات ماشي يلا. ايوه اسمع بقى الكوبليه اللي عداني اشوف بقى رمشك عدى على خدي وخدك دي جت ولا لا. شوف طيب ركز بس. امشي يمين شمال. طب شمال هو بيمشي بزينا بالظبط. طب هنعمل ايه؟ راقبني بس كويس اكون. عمال يمشي كده زي التعبان. امشي خلي بس بالك. ماشي خلي بالك اكونه لو ضرب نار قولي يا عم. مش هيضرب ان شاء الله. يا عم اجري شويه معانا ذخيره كفايه. خيرت انت كمان ما تجيب انا صوت. طيب ما انا بعرف اعمل كده. اخيرا ربنا قطع اللي في ايده. انت سودا يا ابو فاروه. عمليات عمليات السياره الهرب هاجم يا جوز ما تحت ايطر. مش انا مش فير. دور لي ورا على اي حاجه. طيب استنى شوف اي حاجه نهدفه بيها. بالراحه بالراحه بالراحه. ده بيعرف السوق حلو قوي على فكره. بس هو احسن منه هو عشان كده هو مش عارف يحصلني. ولا لقيت الحاجات دي. يلا اهدف عليه بسرعه. اهدفها بس ناشن كويس. لعبني كويس. انا بلعبه. مات ولا ايه؟ لا ما بيموتش. انا اسود. هنعمل ايه؟ هيتقبض علينا والله دلوقتي. اتطورت. طب استنى اشوف حاجه تانيه ارميها بسرعه يا ابني. ولا ايه؟ لقيت مصابير. يا احلى حاجه دي ارميها بسرعه ناحيتي. حط انت راكب اهو يا جدع. وابدي وابدي بس لك كوتشات. حلوه يا رجل. انا سوني يا ابني اقعد هرجاني. الله اكبر. انت فاكرني ظابط عادي؟ فوز وزير يا اسطر. انا بقى المال يا اخي بقى. قتلت وجيت. ارجع له تاني. ارجع له تاني. لا كمل. ده كوم زي السلحفاه. ايه ده؟ الصوت ده يا جدعان؟ يا نهار اسود القنبله شكلها هتفرع. ما تخافش يا ابني القنبله مستحيل تفرع وانا قاعد في العربيه. يخرب بيت ابوك. بسرعه بسرعه. يلا تعالى كده. يلا اجرى. الله هي العربيه ما انفجرتش ليه؟ يمكن لسه القنبله وقتها ما خلصش. يا جماعه العربيه اتفرعت ازاي والقنبله معايا؟ يا ابن الغنية ارميها يا ابن الوزعة. طيب ارميها بعيد يا عم. ارمي اجري. الحمد لله بعدنا. على فكرة ما رميش القنبلة. ما رميتهاش ليه؟ انا بصراحة نفسي اشوفها بتفرقع. طلعتها كده. Ha ha ha!
اجري يا لا اجري.